وسهلا مشاهدينا الكرام في برنامج ضيف أنفاس. ضيفنا اليوم عثمان الرحموني، المنسق الجهوي لأساتذة التعاقد بجهة الدار البيضاء، وذلك لتسليط الضوء حول تداعيات قرار الوزير شكيب بن موسى حول تسقيف مباريات ولوج مهن التربية والتعليم في حدود سن 30 سنة. أهلا وسهلا سي الرحموني، مرحبا. القرار الذي أعلنه شكيب بن موسى وزير التربية الوطنية بخصوص تسقيف الولوج إلى مهن التربية والتعليم في حدود سن 30 سنة يعني أثار واحد جدل واسع ومجموعة من الاحتجاجات في مدن المغربية. الوزير يقول بأن هذا القرار هو لصالح تجويد قطاع التعليم، في حين الجانب الآخر بما فيهم التنسيقية ديالكم ديال التعاقد يقول بأنه مخطئ. شنو الموقف ديال التنسيقية ديالكم؟ بالنسبة للقرار الذي خرجت به الوزارة ديال التربية والتعليم الأولي والرياضة مؤخرا فيما يخص مباراة التعليم، واللي شرطت فيه مجموعة من الشروط، ليس شرط الوحيد هو تسقيف السن 30، وإنما هناك ما يزيد على 4 شروط أذكرها لكي نفصل فيها. أولا تسقيف سن الولوج في 30 سنة، ثم كذلك شرط أو اشتراط على المرشح عدم إصدار مذكرة بالإدانة في حقه، بمعنى ما يكونش عنده سوابق خلو الملف ديالو من أي جنحة، ثم كذلك اشتراط الميزة في السنوات التي قضاها في الإجازة، وكذلك في الباكالوريا، في شهادات الباكالوريا. ثم هناك شرط خطير هو فصل التوظيف على التكوين، بمعنى سوف أبدأ بهذا الشرط الأخير لأنه هو الخطير، هو الهدف من هذه الشروط ككل، لأن فصل التوظيف على التكوين بمعنى أن هذا المرشح من اللي يجتاز المباراة ويتقبل نهائيا كتابي وشفوي ولجل المراكز ديال التربية والتكوين، يقضي عام ديال التكوين من داخل المراكز، ثم عام من تحمل المسؤولية داخل القسم، وعاد يجتاز مباراة آنذاك، ذاك المباراة هي اللي تخول له أنه موظف. السنتين كلهم هما سنتين ديال التدريب، وبالتالي هناك مباراة أخرى وسيتم تسريح العديد من 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 الأساتذة مكونين. الهدف الغرض من هذا الشيء كامل هو إعداد واحد الجيش ديال المكونين من داخل المراكز الجهوية ومزاول للمهنة وعندهم تجربة لتزويد بهم القطاع الخصوصي فيما بعد، لأن لا يتم تسريحه في القطاع العمومي، سوف يجد فقط القطاع الخصوصي واللي هو قطاع يستغل في أبشع ظروف استغلال موظفيه، يعني أجور هزيلة وكذلك ساعات عمل طويلة وكذلك شروط مجحفة في الاستغلال. بالنسبة لشرط السن، شرط السن اليوم هو الجوهر ديال هذا اشتراط السن، كان هو الأزمة اللي كيمر منها الصندوق المغربي للتقاعد، لأن الصندوق المغربي للتقاعد منذ 2000 وتم الاختلاس، والاختلاسات المالية اللي كانت في الصندوق المغربي للتقاعد التي أدت إلى يعني الأزمة اللي عرفها الصندوق المغربي للتقاعد، وصرحوا بها رسميا، وهذه رواية رسمية بأن الصندوق المغربي للتقاعد شارف على الإفلاس. وبالتالي اليوم يتم يعني العتبة ديال السن هبطوها ل 30 سنة باش يكون الانخراط أكثر، أو المدة ديال الاستغلال المدة الانخراط في الصندوق المغربي للتقاعد أطول، وزادوا رفعوا في السن ديال التقاعد ل 65 سنة، بمعنى أن هذا المستخدم أو الموظف بشكل عام غيقضي مدة طويلة في ضخ يعني اقتطاعات وانخراطات في الصندوق المغربي للتقاعد، وعوض أن يكون المحاسبة ديال هاد المختلسين الصندوق المغربي للتقاعد، فها هو الشعب هو الضحية، وعموم يعني أبناء الشعب المعطلين والموظفين هم الضحية اللي كيأديو يعني الضريبة ديال هاد الاختلاسات وهاد السرقات التي طالت الصندوق المغربي للتقاعد. شفنا بأن القافلة ديال الاحتجاجات وعدو الاحتجاجات انتقلت للتلاميذ، شنو هي الأسباب الاحتجاجات ديال التلاميذ؟ وعلمنا للتو لحظة تسجيل البرنامج أن الوزارة سجبت سرعة الاحتجاجات ديال التلاميذ. نعم، أسباب ديال التلاميذ اليوم يعني تفاجأنا كلنا يعني بخروج كذلك التلاميذ،
يعني احتجاجا على مذكرتي وزاريتين متعلقة بالمراقبة المستمرة، واللي جاتنا هذا العام بالفرد الموحد، ما سمي بالفرد الموحد يعني موحد على جميع المواد في نهاية يعني كل دورة. وتفاجأنا كذلك بتراجع مباشرة الوزارة على المذكرتين. يعني هنا نرى بأن كما سميت احتجاجات أصبحت من كل فئة مرتبطة بالمدرسة العمومية، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على هذه المخططات التراجعية اللي كتضرب المدرسة العمومية وكذلك تضرب الوظيفة العمومية. نقول بأن هذه الشروط التي فرضت على 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 المقبلين على اجتياز مباراة التعليم هي شروط أريد بها أولا إقبار معركة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، من المطالبة بإلغاء التعاقد وإسقاط مخطط التعاقد وإدماج الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية، للمطالبة بتحسين شروط الولوج إلى هذا النمط من التوظيف. نحن نقول من داخل التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وكذلك بمعية المناضلين والمناضلات من الجماهير الطلابية وكذلك جماهير المعطلين وعموم الشعب المغربي، بأن المعركة والأساس والجوهر الذي سوف نناضل من أجله هو إسقاط مخطط التعاقد. لماذا؟ لأن التعاقد مع الأكاديميات هو بمثابة أولا رمي كرة تحمل الكلفة ديال المدرسة العمومية لهذه المؤسسات العمومية اللي هي الأكاديميات، اللي مستقلة ماليا وإداريا، وبالتالي غتوجه لبيع الخدمات ديالها كما توجهت المؤسسات العمومية كلها، 208 اللي قال عليها القجع بأن راه توجهت لبيع الخدمات ديالها، وحتى الأكاديميات غادية في ذاك المنوال. والخير دليل هو المكتب الوطني للتكوين المهني، وهو داخل قطاع التعليم وراه دابا الدبلوم ساوي 2000 درهم، وبالتالي غتوجه لبيع الخدمات لوليدات الشعب وما يبقاش تعليم عمومي. والكفيل بأن نحصنوا هذه المجانية ديال التعليم هو إلغاء هذا النمط من التوظيف مع الأكاديميات، ويتم إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أولا في الوظيفة العمومية مع الإدارة العمومية اللي هي وزارة التربية، وكذلك فتح مباراة الوظيفة العمومية لأبناء وبنات الشعب المغربي اللي هما دابا الطلبة والمجازين والمعطلين. الوزير بن موسى كان صرح من قبل بأن هناك آمل لحل هذا الملف ديال التعاقد، في حين أن القجع صرح بأنه غادي يكون واحد يعني غادي تكون استمرارية في هذا التوجه ديال المتعاقدين. إذا من نصدق؟ واش نصدق حكومة بن موسى ولا حكومة الرجاء؟ صريحين متناقضين. نصدق التاريخ سي عبد الله، نصدقوا التاريخ ونصدقوا تعاقب هذه الوزارات كلها على التعليم منذ الاستقلال. منذ الاستقلال الشكلي تعاقب 33 وزير، معدل عامين للوزير، كتجي الا قسمتيها شي كذا و 60 سنة كتقسمها كتجي عامل الوزير. نفس النهج ديال التراجع على 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 التعليم والتراجع على المجانيه ديال التعليم، ولا الان رسوم ديال التسجيل، ولو انها رسوم في مستوى دوني ديال 150 درهم سنويا، الا ان هناك اداء، بدايه الاداء مقابل خدمه التعليم. كذلك تراجع المجموعه من الحقوق، الحسم مع الوظيفه العموميه من داخل قطاع التعليم بفرض التعاقد. اذا كل هذه المخططات التراجعيه هي سياسه ليست ارتجاليه، وانما ممنهجه منذ عقود، منذ الثمانينيات، منذ توصيات البنك الدولي الذي اعطى للمغرب توصيات بالتخلي عن كل الخدمات الاجتماعيه المجانيه، وتحول الدوله من دوله الرعايه الى دوله التسيير فقط، بمعنى انها ما تبقاش هي ترعى المصالح العامه للشعب اللي هي الصحه والتعليم، واصبحت تفويت الصحه تدريجيا للخواص، والان جاء الدور على التعليم لتفويته للخواص، والتعاقد هو الاليه او الاداه اللي قدروا ينجحوا بها هذا المخطط ديال خوصصه التعليم. مطلب مدرسة موحدة بين أبناء الوطن هو مطلب موحد وذو بعد استراتيجي، يعني في نظركم كيف يمكن الحفاظ على المدرسة العمومية وجودة المدرسة العمومية والولوج إليها، يعني بطريقة دمغرطة الولوج إلى التعليم بين جميع أبناء الوطن؟ أولا عندما نتحدث عن المدرسة عمومية موحدة
نتحدث كذلك عن تفاوتات الطبقية اللي كاينة في المغرب، يجب أن تمحي هذه التفاوتات الطبقية اللي كتخلي ولد المسير كيقرا في مدارس ديال البعثات، كتخلي ولد المسير كيقرا في مدارس خاصة ومدارس أجنبية، وابن الفقير وابن الكادح وابن الطبقة المتوسطة كيقرا في المدرسة العمومية في أسوأ الشروط، ويتم الهجوم على المدرسة العمومية. وبالتالي إذا كانت هناك الإرادة فعلا، فيجب أولا تحصين مدرسة عمومية للجميع وتوحيد التعليم للجميع، ماشي مناهج كيقراو فيها أولادهم تختلف عن المناهج التي يدرسون أبناء الفقراء بها، مناهج غير علمية. كذلك إذا كان شي حديث على الجودة، فنرى المؤسسات اليوم الاقتضاد فيها يفوق 50، وأنا أستاذ وعندي 50 تلميذ في القسم، 50 تلميذ في البكالوريا، بمعنى أي تحصيل دراسي في ظل هذه الشروط. المؤسسة تفتقر إلى الحارس العام، تفتقر إلى المدير، تفتقر إلى أبسط الشروط الصحية لمزاولة المهنة، تفتقر إلى الأدوات العادية، مصلات ضوئي ما كاينش، الطاولات حالتهم، الأقسام في حالة يرثى لها. وبالتالي إن كانت هناك جودة، فيجب أولا تحصين الوظيفة العمومية في قطاع التعليم بإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ثم فتح يعني المباراة في وجه خريجي الجامعات من أجل يعني الحد من الاكتضاض داخل الأقسام، لأن ما كاينش الأساتذة، بمعنى خصهم يوفروا لهم أول البنايات اللي هما المدارس، ثانيا الأساتذة، وبالتالي هاد الشعارات اللي كيخرجوا علينا في الإعلام الرسمي على أساس أن راه الأقسام ما فيهمش 25، أقولها وأتحدى أن القسم اللي كنقريه فيه 50 تلميذ في البكالوريا، بمعنى إذا كانت هناك إرادة للإصلاح فعلى الدولة أن تتحمل كلفة المدرسة العمومية وأن تتحمل كلفة الوظيفة العمومية، لا أن ترمي الكرة للأكاديمية كمؤسسة عمومية لبيع الخدمات والمتاجرة في قطاع التعليم وحرمان عدد كبير من أبناء المغاربة للولوج للمدرسة، وهي اللي كتساهم في الهدر المدرسي. واليوم الإحصائيات الرسمية ديالهم 300,000 تلميذ كيخرج سنويا من المدرسة، واش اللي كيساهم فيه هو عدم قدرة الأسر المغربية لمواكبة أولادها ماديا على مستوى المدرسة. نعم سي رحموني، الملاحظ أن كل وزير يأتي بقرارات مخالفة للوزير السابق، لماذا في نظرك أن قطاع التعليم في المغرب يعتبر من بين القطاعات الأكثر حكرة واحتجاجات؟ نعم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن الأساتذة والتلاميذ ولاو بحال الفئران التجاري، شنو هي في نظرك وكيف يمكن وقف هذه العملية هذه؟ لأن لو كانت لدينا يعني سياسة تعليمية تغلب يعني مصلحة أبناء الشعب في تعليم عمومي موحد ديمقراطي يلج له الجميع، وتعليم موحد ما بين أبناء المغاربة ككل بدون يعني تراتبية وبدون طبقية، كان سوف نجد بأن التعليم أو ميزانية التعليم أولا من أول ميزانية أو أضخم ميزانية لكن العكس هو الصحيح. فالتعليم منذ التسعينيات القرن الماضي ومنذ ما سمي بعشرية تقويم الهيكلي لا التعليم ولا الصحة تم التخلي عليه من قبل الدولة، ورات الخطابات الرسمية قال لك اللي بغى يقري أولاده يدير يده في جيبه بهذه الوقاحة، أقول بهذه الوقاحة يتم التخلي على المدرسة العمومية. وبالتالي هو قطاع مستهدف منذ القدم، قطاع يتم تمريره لأن مديونية الدولة وتبعيتها لصناديق النقد، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، هاد مؤسسات المانحة العالمية أعطت توصيات للمغرب لكي يعني تنخفض قيمة الاستدانة من الخارج، يجب أن يتوجه أو أن يتخلى على تمويل القطاعي الصحة والتعليم
والشغل أن يتخلى عن الوظيفة العمومية وأن يخصص القطاعات مثل الصحة والتعليم. لذلك هذا هو الاستهداف الحقيقي، لأن الدولة أصبحت مرهونة أو الوطن أصبح مرهون للخارج، وبالتالي كل هذه المخططات التراجعية هي أساسها هو الوفاء لتوصيات الأبناك المانحة والمؤسسات المانحة ضد إرادة الشعب المغربي. نقول نحن كجيل صاعد من الأساتذة أولا الذين فرض عليهم التعاقد، واليوم التحقوا كذلك الطلبة بهذه المعركة، أن الدفاع عن المدرسة العمومية يجب أن يكون دفاعا وحدويا، دفاعا عن حق أبناء الشعب المغربي في التعليم مجاني وديمقراطي وشعبي موحد، يكون بالنضال ضد كل هذه السياسات التراجعية في قطاع التعليم في حق الطلبة والأساتذة في وظيفة عمومية قارة، وكذلك المعطلين في حق تلاميذ المغاربة الولوج إلى المدرسة العمومية في أحسن شروطها بشكل مجاني تتحمل الدولة كلفته. نعم، لاحظ أن مجموعة من الدول التي تقدمت مثل كوريا الجنوبية، سنغافورة، ماليزيا، تركيا، يعني اعتمدت في تقدمها وتطورها على قطاع التعليم، وذلك في ظرف 10 أو 8 سنوات. لماذا في المغرب كنلاحظوا ديما كاين هاد العرقلة ديال ورش إصلاح التعليم، ديما كاين تأخر سنوات، لماذا وشكون الذي لديه المصلحة في عرقلة إصلاح قطاع التعليم؟ نعم، لأن هذه الدول التي ذكرت راهنت على التعليم لتحقيق نهضة على كل المستويات، لأن الرهان على التعليم دائما رهان رابح. راهنت على التعليم لتحقيق نهضة اقتصادية، راهنت على التعليم لتحقيق نهضة يعني على مستوى القيم، على مستوى الثقافي، على المستوى على جميع المستويات. إلا أن هذه الدول في طبيعتها قطعت مع الاستدانة الخارجية وتبعيتها للمؤسسات المانحة، في حين أن من يحكم في هذا البلد هو يرهنون البلد للخارج، وبالتالي كل السياسات هي سياسات خادمة أولا لذلك اللوبي الرأسمالي العالمي، وبالتالي يجب تفويت هذه القطاعات للخواص، ومن ثم الهجوم على هذه القطاعات اللي هي المدرسة العمومية والوظيفة العمومية وكذلك الصحة العمومية. إذن لو كانت هناك استقلالية على مستوى القرارات لكان التعليم في المراتب الأولى، لو كانت كريس أو الرهان على التعليم لكان هذا الوطن بخيراته، وهذا الوطن اللي كنعرفوا الثروات اللي فيه ما كاينش في شي بلد آخر، لكن الفقر اللي فيه ما كاينش في شي بلد آخر بالمقابل. إذن هنا سؤال أكبر، معنى الثروات لو كانت تستغل فعلا بالتقسيم العادل على الشعب المغربي لكان الانعكاس ديالها على هذه القطاعات اللي هي الصحة والتعليم، لكن هي متمركزة في يد واحد الفئة قليلة، وبالتالي هذه الفئة لأنها لا تكترث لمصالح الشعب وليداتها كيقراوا على برا وهم اللي كيسيروا البلاد فيما بعد، وبالتالي فنحن نتحدث عن 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 دولة تحكمها زمرة من الناس يفعلون فيها ما يشاءون. شكرا جزيلا أستاذ الرحموني على كل هذه التوضيحات. شكرا متابعينا الكرام، ونضرب لكم موعدا جديدا.